لفيت فيها فساد من شأنه انه يقوض اركان الدولة. القضاء مش متغشش على خاطر الملفات هذه راقدة في الرفوف، مش مضرب على خاطر الملفات هذه قاعد يتحكم فيها الساسة من البعيد ويحرك في القضاء كالبيادق. ما قلقتهمش المسألة هذه. القضاء مش مضرب على خاطر مجموعة من المحامين جاءوا يوصلوا في صوت متقاضين يقولوا مش معقول الملفات هذه تتلاعب بها العباد من برا ونحن نحبوا الحقيقة. لا مش نضرب من أجل هذا. اليوم يوم الغضب هو يوم لفقد مسألة اللي هي احترام الجناح الثاني للعدالة اللي هو المحاماة. هذا الجناح اللي وقع الاعتداء عليه من طرف بعض القضاة، وتمت إحالة مجموعة من المحامين لأنهم لا لشيء، لأنهم قاموا بواجبهم المهني وما يصدرش منهم حتى اعتداء لا على القضاة أو على السلطة القضائية. بالتالي فإنه الهيئة الوطنية قررت اللي باش يكون اليوم هو يوم غضب، يوم غضب في جميع المحاكم على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي لتوضيح للرأي العام، لأنه المسألة وقع تغليط الرأي العام فيها، وقع تصعيد الأمور هذه بناء على أحداث معناها وقع معناها تغييرها، وعلى أحداث معناها وقع نقلها بصفة غير صحيحة للرأي العام. هو ماهوش إضراب، هذا الإضراب هو من طرف السادة القضاة. احنا بالنسبة لهذا يوم غضب هو يوم كامل، معناها مش باش يكون محالة في المحكمة يوم كامل، لأنه هنا باش يكون في المحكمة في تاريخ انعقاد الجلسات، فهمتني؟ وعلى أساس اللي كونه باش يقع اتخاذ قرارات أخرى من طرف الهيئة الوطنية، باش يقع الالتزام بها من طرف كافة المحامين. إذا كان ثم تطور المسائل باش تتطور نحو معناها المس من كرامة المحاماة، فإنه الهيئة الوطنية للمحامين باش تاخذ قرارات اللي هي معناها باش يقع الالتزام بتطبيقها. يعني الوقفة اليوم من باب مناصرة زملائكم المحامين؟ هي مش من باب مناصرة الزملاء، هي ما تهمش كان زملاء، اللي هي من باب فرض احترام الشريك الثاني للعدالة اللي هو قطاع المحاماة، لأنه رينا هناك فما اعتداء على هذا الشريك، وفما تعدي على حقوق الدفاع وعلى استقلالية القضاء. هذا هو راهو ماهوش هنا، راهو هذايا احنا من مكونات الـ 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 العدالة، وبالتالي فإنه هذا الجسم اللي هو من كون يقف اليوم غاضبا معناها على موقع في الأيامات السابقة.